مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج ميديا تولك عبر القناة الإلكترونية جيل دي زد. برنامج اللي نجمع لكم فيه الأخبار، الصور والفيديوهات اللي راهي ترند في السوشيال ميديا، ونسلط الضوء على تعليقاتكم وآرائكم اللي تكون في عالمكم الافتراضي سواء الفيسبوك، انستغرام، تويتر، تيك توك وحتى اليوتيوب تاني. اذا مشاهدينا نبداو عدد اليوم بالخبر اللي راهو داير حاله في كامل لي ريزو سوسيو في الفيسبوك وتويتر تاني، والخبر اللي راهو داير جدل ايضا كبير خلال الايام الماضيه، والمتعلق بطلاق حارس مرمى مصر محمد ابو جبل وزوجته الجزائريه الاميره سماره يحيى، وين كان كل جديد عليهم تحت الانظار، علامات استفهام كبيره وشائعات هنا والهيك، وين الكل في لي ريزو سوسيو كانوا حابين يعرفوا حقيقه الامر، خاصه بعد ما سماره يحيى وابو جبل ديزابوناو بعدهم في لي ريزو سوسيو عبر الانستغرام ومحاو كامل الصور والفيديوهات اللي جمعتهم مع بعض. نذكركم مشاهدينا انه حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر الوطني محمد ابو جبل كان تزوج مع ملكه جمال الجزائر وملكه جمال العرب سماره بن يحيى في افريل 2021، وبعد بزاف اشاعات علامات استفهام تاني ونفي عن طلاقهم، رد ابو جبل في برنامج تلفزيوني مصري عن حالته الاجتماعيه برفض التوضيح، حيث علق قائلا انه هو يضحك قال هناك مشاكل. من جهتها سماره هي الاخرى ردت عليه عبر ستوري على الانستغرام تاعها، قالت فيه: منذ فتره اغلقت على الموضوع وكظمت غيظي في قلبي، لانه اولا الموضوع شخصي، وثانيا لاني لست من النوع الذي يستغل المشاكل لاصبح ترند، وثالثا احتراما لكلا العائلتين. مضيفه في ستوري تاعها: للاسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري، توقعت منه اجابه اذكى بكثير من تلك الاجابه وطريقه احسن من الطريقه تلك. يعني اكيد تصريح ابو جبل وسطوري تاع سماره شغل مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر ومصر تاني، وين اختلفت الاراء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجزائريين والمصريين. نقراو لكم تعليقات باش تعرفوا واش كان راي رواد الفضاء الازرق. نبداو بتعليق الياس بدوي اللي قال: ما اعظم ما جاء به القران في اداب العلاقات الانسانيه، ولا تنسوا الفضل بينكم، احسن جواب يدل على وعي كبير. معلقة أخرى شجعت بنت بلادها سمارة قائلة: رد راقي ومستوى راقي بنت بلادي، ربي فرجها عليك بالطريقة الأنسب ليك واللي تكون خير ليك. ناهد البدراوي قالت لأبو جبل: خد واحدة من بلادك، بلاش لبنان والجزائر وتونس والكلام ده. أما مصطفى قال: عادي، خيرها في غيرها يا أبو جبل. إذا مشاهدينا هكا كانت التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي سواء الجزائري أو المصري، حيث كل طرف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقف مع وليد بلادو بنت بلادو. على كل حال حنا نتمناو الخير للاثنين سواء كانوا متزوجين ولا انفصلوا، في الأخير كل حاجة مكتوبة ربي. يلا مشاهدينا نروحوا لخبر اخر، ولكن دائما نبقاو مع الرياضه وبالضبط مع الفوتبول، وين انتشرت مجموعه صور لرونالدو جونيور ابن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لما سينيا مع مانشستر يونايتد وخير تريكو تاع باباه بالرقم 7. تصور رم دايرين حاله في الفيسبوك والانستغرام، وين حتى الصحافه العالميه والعربيه اهتمت بالموضوع وتسارعت باش تكتب مقالات وتتفنن في عناوين هذا الخبر. مشاهدينا توقيع جونيور صاحب الإحدى عشر عاما مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كان بحضور صديقة والده جورجينا رودريغيز وخوته صغار تاني، وقال جونيور بعد توقيعه للعقد مع اليونايتد: يسعدني أن أقوم أخيرا بالتوقيع بشكل أفضل لي مع زملائي في الفريق. وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أيام نشر صورة ليه مع وليده جونيور وهو يلعب كرة القدم وكتب عليها present and future. اكيد مشاهدينا رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر كيما هذا ما يخفاش عليهم، وين علق محمد علي: رونالدو صغير. اما عن احمد اللي علق: رونالدو صغير مثل والده، وحشو التهديف. الى موضوع اخر اللي راه داير حاله في منصات التواصل الاجتماعي، وين نشرت قناه اسرائيليه فيديو لفضائح الجيش الاسرائيلي، جمعت فيه كامل الفيديو تاع الجيش اللي داروهم في التيك توك، وعنوانه الفيديو: جنود ينشرون الغسيل القذر. ويظهر في الفيديو مشاهد صادمه للجيش الاسرائيلي. نروحوا نشوفوا الفيديو ونعاودوا نرجعوا. We'll be right back.
طبعا مشاهدينا الفيديو تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وين اختلفت التعليقات والآراء. نبدأ بأول تعليق أحمد اللي قال: الشيء اللي ضحك أكثر أنه هذا الجيش الذي أخاف العرب وتركهم يبيعون قضيتهم. أما عن محمد بن صالح فقال: بداية النهاية بإذن الله. إذن مشاهدينا الآن نروحوا إلى فيديو نادر وانتشر مقطع فيديو قصير تحت عنوان: القط هذا لو كان يحكيها لأصحابه يكذبوه. على بالي انتم تاني حرتوا علاش هذا العنوان، ولكن ما نطولش عليكم ونقولكم علاش. في الفيديو سبع في كاجا وين كان منغمس في أكل قطع لحم، لكن الشيء الغريب في الفيديو والنادر ألا وهو أنه جاز عليه قط صغير وماشي هكا كبرك، زاد شاركوا في الأكل تاعو اللي كان يأكل منه نفس السبع في مشهد نادر وطريف. نخليكم تشوفوا مقطع الفيديو هذا ونعودوا نوليو. الفيديو مشاهدينا لقى تعليقات مختلفة، من بين اللي استغرب من واش حصل في الفيديو، من بين اللي علق تعليقات مضحكة. من بين التعليقات اللي كانت على الفيديو كالتالي: عمار طاهر اللي قال: مام الحم والمدام أقول الحم والأكل مضمونان، علاه الأسد يصيد ويتعب روحه. آسيا هي الأخرى كتبت: سبحان الله القطط من أصل الأسد. أما حسين كتب بطريقة مضحكة: القط عليه دعوي الخير. إذن بهالتعليقات نكون ختمنا أخبار اليوم الأكثر تداولا في السوشيال ميديا، ولكن قبل ما نودعوكم نرصدو لكم في ميديا التول كالعادة صور وفيديوهات لجمال الجزائر ومدنها العريقة. اليوم اخترنا لكم فيديو لولاية تسمسيلت، وهي ولاية جزائرية تقع في غرب البلاد في منطقة الهضاب العليا، كانت تنتمي لولاية تيارت قبل عام 1985. مشاهدينا نذكركم أن ولاية تسمسيلت تشتهر بطابعها الفلاحي لوجودها في منطقة الهضاب العليا أو التل، كما تشتهر بطاقات سياحية لوجود مناظر طبيعية خلابة، نذكر منها جبال الونشاريس وغابات المداد المحمية عالميا، والمصنفة حظيرة وطنية مشهورة بغابات الأرز إضافة إلى الآثار الرومانية. إذن مشاهدينا وصلنا لنهاية عدد اليوم من برنامج ميديا تولك، وقبل ما نودعوكم نذكروكم بأنه ميديا تولك برنامجكم انتوما اللي يرصد الأخبار الفيديوهات والصور اللي تصنع الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، فما تنسوش أكيد تشاركونا صور فيديوهات وتعليقاتكم تاني على منصاتنا الرقمية باش نقدروا نهضروا عليها في الأعداد القادمة. شكرا اللي تبعتونا، نلقاكم غدوة إن شاء الله على نفس القناة الإلكترونية وبنفس التوقيت. بقوا على خير. I'm not afraid of the dark.